صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول السلام عليك يا غريب كربلاء، سيدي وجهت سلامي إليك، السلام عليك من بعيد أقصى ومن قريب أدنى، السلام عليك وعلى خدك التريب، السلام عليك وعلى شيبك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك وأنصارك الذين حلوا بفنائك، وأنا أخون برحلك واستشهدوا بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، حكم المنون عليك غالب، غالبته أن سهامه في كل ناحية صائب، وليطرقنك هاجما لو كان دونك ألف حاجب، لا يدفع الموت الجنود ولا الأسنة والقواضب، أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب؟ ذهبوا لم يخلقوا، والكل في الآثار ذاهب،
من الحدثان هارب، لكن قد فاز، قد فاز من لاقى المنية وهو محمود العواقب متمسكا بولاية عترة أحمد من آل غالب. وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوى بعرصة كربلاء، تنسى المصائب، تالله لا أنسى الحسين وقد وقفنا به الركائب. وقف الجواب مستخبرا ما الأرض، قالوا كربلاء يا ابن الأطايب، قال انزلوا، قال انزلوا فإذا الكتائب حولهم تتلو الكتائب. وما هدى لكتائب الأمويين قرار حتى عثروا الحسين على رمضاء كربلاء. وخلبوا شيبه بدمه وأوطأوا حوافر الخيل على صدره، لكن شاء الله أن تضم أرض كربلاء جسدا فتكون ملاذا للزائرين ومهبطا للملائكة المقربين. أراك بحيرة ملأتك رينا وجاذبك الهوى فطب نفسا وقر بالله عينا. تحفظ إذا شئت النجاة كر إذا شئت وانت في الماتم توجه في هالماتم المقدس بقلبك الى كربلاء، توجه الى الضريح الذي ضم الجسد الذي صدره مخترق وحتى الاصبع من الكف مقطوعه. اذا علم الملائكه
وحرمت الجحيم عليك حتما، فإن النار ليست مست جسما عليه غبا. لكن يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، امسك للضريح وصيح ومن كل عين همالة. صدق يا ابن النبي حبيب الزهراء، يا يشبه في البياض بطون حيات. ذكروا اللي بجنبه يا شيعة من العطش مات، ما تبعطش والله يا شيعة ضامي حسين. ولي من وصلت كربلاء وجيت الشريعة، لا تنسونا ترى على العلقم الى اليوم بعد ويا زينب بعد. الين وصلت كربلاء وجيت الشريعه، ذكروا ابو فاضل وشفين القطيعه، ونوح على السبع الحما خدر الوديعه، وقولوا يا ابو فاضل يا شايل رايه حسين، اقعد تراجيناك اقعد تراجيناك يا محمود الانفاس، حامل الدفتر كاتب الزوار عباس، كان الخبر مثبوت فضخ منك الراس. وش حال هاللي وقف يم مصرعك ابو فاضل؟ وش حال الحسين واقف وراسك مفضوخ بعمل؟ قل له يا ساق الظام يا كافن العيلة، هذا العلم طايح يا خويا من يشيله، شمت عدوي واشتفى بذبحك غليلة، وظلت حزينة ترقب مجيك سكينة. قال له يا خويا حسين شيل السهم بالدار. يمكن اقول له ولا اعطيه شلون طالعك قلبك يا ابا يوسف رحمك الله، شلون قلبك طاوعك تقول للحسين على لسان ابو فاضل شيل السهم؟ يقدر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المفاخر العظمى التي يستحق أهلها، سوي قيام نزاحمكم أحبائي، رحم الله من ذكر القائم فقام وصلى على محمد وآل محمد. شوي على الغرب شوي. من المفاخر العظمى التي يستحق أهلها الحمد والثناء ونظرة الإكبار، يوم أن توفق الفئة التي تحمل الغيرة على الدين وعلى الإنسانية لانتزاع كل صور المأساة والآهات التي ينوء بها المجتمع. إذا وفقت فئة لاستنقاذ المستضعفين من ويلات وآهات هوان وهضم وظلم، فلا ريب أن هذا عمل جبار ومقدس، وهو عمل يساير خطى الأنبياء، لأن الأنبياء إنما بعثوا لاستنقاذ الخلق من ألوان الباطل والجور والبغي والفساد والظلم. فلو قدر أن المجتمع الإيماني الذي هو في خطى الأنبياء وعلى منهج الأوصياء والذي يساير ركب الحسين وهو يحث السرى إلى كربلاء، والعنوان المعلن والهدف المبين لرحلة الحسين الجهادية إلى أرض كربلاء هو الإصلاح، العلاج، علاج واقع صودر فيه الحق وهيمن فيه الباطل. إذا وفق مجتمع لتحقيق هذه الغاية فذلك دليل مجده ووعيه وقوته وتأثيره الفاعل في تقويم الحياة وإصلاحها، وهو فخر أيما فخر. إلا أنه لو قدر للمجتمع فعلا أن يصل إلى هذه الغاية فمن المهم أيضا والضروري قطعا أن هذه الفئة المؤمنة يجب عليها أن تحافظ على المنجزات، يجب عليها أن تصون النتائج والغايات، يجب عليها أن تحفظ الثمار التي بذلت الجهود من أجل تحقيقها. كل ذلك من أجل أن يرقى المجتمع إلى الفضيلة وترقى حياة الإنسانية إلى حياة يسودها الأمن ويعمها الرخاء وتحفظ فيها الحقوق
ويكرم فيها الإنسان، ويصل المجتمع إلى غايات الكمال. ترى لو أردنا أن نعطي هذه الغاية، لو أردنا أن نقدم هذا الأمر للمجتمع، من أين نغترف هذا العطاء ونسقي به المجتمع؟ أنا عندي شجرة زرعت البذرة والبذرة أخرجت الشجرة، إن أردت للشجرة أن تبقى وتثمر ماذا علي؟ علي أن أسقيها، علي أن أرعاها، علي أن أحميها من كل ما يؤثر عليها. ترى بما أسقيها؟ أسقيها بالماء أو أسقيها بالأوباء التي تؤدي إلى مرضها وربما موتها؟ حتما علي أن أبحث عن الماء وعن الأسمدة المناسبة، بل أقيها بكل وسائل الوقاية، بالمبيدات التي تقيها الأوباء وأمثال ذلك. هذه حقيقة. لكني لو أخذت لها مادة قاتلة، لا ريب يترتب على ذلك استئصال هذه الشجرة اللي تعبت عليها. مما ينعصر له قلب المؤمن انتشار ألوان الشر والفساد في المجتمع، وهو يبذل الوسع بشتى الأساليب الذي ربما يختلف فيها المؤمنون الأساليب، لكن غاية واحدة، غاية كل مؤمن أن يعم الخير في المجتمع والعدل والهناء والاستقرار وحفظ الحقوق. ربما تختلف الأساليب، ولكن الغاية غاية كل ذي غيرة على الدين تحقيق هذا الهدف. يريد أن ينتزع الشر ويزرع الخير، هذه غاية المؤمن المخلص لله ولدينه، ينزع الشر ويزرع الخير. ترى لو أردنا أن نحافظ على مجتمع قدر له أن يوفق إلى حياة فيها جوانب من الهناء والخير، علينا كعناصر نبني المجتمع أن نبحث عن الينابيع التي فيها الخير، نغترف منها ونسقي بها شجرة المجتمع. هذا أمر واضح جدا. أين ينابيع الخير؟ وين نبع الخير؟ هذا السؤال القدم للقرآن. من أين نأخذ الخير؟ الجواب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية يعني الخليقة، يعني الوجود، خير الخليقة، الفئة التي تعطي الخير، الفئة التي هي نبع الخير بشهادة القرآن، هي الفئة المؤمنة العاملة بالصالحات، هي منبع الخير بشهادة القرآن. إذا عرفنا هنا نبع الخير، وين نبع الشر؟ هم نسأل القرآن أين نبع الشر؟ إذا عندنا أمانة لازم نجتنب منابع الشر ونلتزم منابع الخير. أين منابع الشر؟ قبل هذه الآية سبقتها آية تبين فئة الشر: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وين الشر إذن بشهادة القرآن؟ الشر مصدره الكفر، هذا تعبير لاذع جدا، وصف لاذع لأهل الكفر أنهم شر البرية، شر الخليقة. هي فئة تمثل السوء والفساد والباطل والشر بأقسامه. إذن الشر منبعه الكفر،
والخير منبعه الإيمان. نسأل، هل يولد الشر الخير؟ هل يولد الجهل العلم؟ هل يولد الباطل الهدى؟ هل يولد الفساد الإصلاح؟ هل يولد العمل بصيرة؟ هل يولد الظلم العدل؟ وهكذا نستمر. لكن نسأل، هل يولد الخير الخير؟ خلنا نقدم السؤال بعد إلى لقمان الحكيم. المحدثون رووا عنه هذا الحديث، يقول إلى ابنه: يا بني، كذب من قال أن الشر يطفئ الشر. يقول اللي يحمل هالمبدأ مو صادق. كذب من قال أن الشر يطفئ الشر. شنو البرهان؟ شنو دليل ثبوت هالدعوة؟ قال: فإن كان صادقا فليوقد نارين. خلي يوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. خلي يشوف، أنت عندك نار، هذه النار تريد تطفيها، أنت عندك مجتمع ملغم بمآسي وويلات وآهات وفساد وظلم وتعدي وبغي والنار شر، تريد أن تطفئ هذا الشر نار. لو أشعلت لها نارا أخرى، أنت عندك نار والبك عليها، صاروا كم نار الآن؟ صارت النار نارين، لا جيب نار ثالثة وياهم بعد، ائت بنار ثالثة، صاروا ثلاث. هل تطفئ النار النار؟ يقول لقمان: كذب من قال أن الشر يطفئ الشر، وإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. بالقطع لا، بالقطع النار ما تطفي نار. السوء ما يولد إلا سوء. هذا الرافي الشاعر لما أراد يقارن ما بين فئة الخير والهدى عند أهل البيت، عند أهل العصمة عليهم السلام، وما بين فئة السوء عند مناوئيهم ومخالفيهم، إيش قال؟ ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. وحسبكم، يقول يكفي هذا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء. هذه حقيقة بديهية، هذا إناء فيه ماء إن شربته أبقيت على حياتك، وهذا ماء وهذا إناء فيه سم إذا شربته قتلت نفسك. وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه دعوة القرآن. فئة الشر الكفر، وفئة الخير الإيمان. هذه نظرية القرآن. خلنا بالله نبحث أو نسأل عن نظرية الوجدان. الوجدان شي يقول؟ الوجدان الواقع شي يقول؟ هذه أنا طالما كررتها ولازم نكررها، لأن هذا جراحي وجراحك، هذا جراحي وجراحك. الكفر الشرقي ارتوى من دماء الأفغان إلى أن طلع، وها هو الآن يكرع في دماء الشيشان، وبعد ما يشبع، وبعد ما يشبع. أما الكفر الغربي ما زال يوميا يفتك بالإنسانية ويبضعها بمبضعه على مشرحة أطماعه، واكتشف العالم كله أن هذا نظام مو أمين على كرامة الإنسانية. ولا إيش معنى الكيل بمكيالين؟ إيش معنى يعني هذه جرثومة الفساد؟ إسرائيل تملك السلاح
تملك سلاح الدمار الشامل، بينما حرام على المسلمين المظلومين المغصوبين اللي أرضهم محتلة، اللي معتد، هذه معتدية بإقرار العالم، هذه محتلة ومغتصبة، ويوميا تقتل تسفك دماء، يوميا تهدم بيوت على منازل على أهلها، يوميا تقتل شباب، يوميا الإنسان يقتل ما تستحي. التي أرسلت إفرازات نظامها المرة المافيا ببراثنه، بعض المتتبعين يقول المافيا يرسل بالعواهر إلى بلدان المسلمين كيما ينشرون أمراض الإيدز في المجتمع الإسلامي. وألوان وألوان من التخطيط الماكر للهيمنة على مقدرات الشعوب الإسلامية لامتصاص خيراتها. ويمكن لو قدر أن المجتمع الإسلامي يعيش شوية استقرار، لأن إيش؟ لأنه ما زال هذا النظام يمتص المصالح والمنافع، ولكن ما أن تتعرض مصالحه للخطر فحياة هذا المجتمع مصادرة ومهددة. صار واضح وين منبع الخير وين منبع الشر. الوجدان يشهد، الوجدان يصرخ، الوجدان يصرخ. والقرآن يقرر، القرآن يقرر: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وبدأ بهم لأن ذول المفروض كتبهم السماوية فيها حجج، أنبأتهم برسول اسمه أحمد ومع صلى الله عليه وآله، ومع ذلك تعاموا وكفروا برسالة المصطفى، الرسالة الخالدة التي أرادها الله للحياة. الله أراد شريعة الإسلام نظام للحياة، يقنن وينظم ويكرم الإنسان ويحترم الأديان، لكنهم كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذا أردنا أن نحافظ على شجرة الإسلام نشوف من أي منبع نسقيها وخلاص، من أي منبع نسقيها، من منبع الخير لو من منبع الشر. أما إذا أردنا منبع الخير فاسمعوا عليا عليه السلام وقد وقف همام رضوان الله تعالى عليه، يقول الصادق في الكافي، الصادق عليه السلام في الكافي يقول: وقف رجل يقال له همام، كان عابدا ناسكا مجتهدا، وقف إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب، يخطب، قال: يا أمير المؤمنين، صف لنا صفة المؤمن كأننا ننظر إليه. فقال علي عليه السلام واندفع كالسيف مسترسل، قال: يا همام، المؤمن هو الكيس الفطن، بشره في وجهه، بشره في قلب في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع الأشياء صدرا، أو أوسع شيء صدرا، صدر رحب، وأذل شيء نفسا، زاجر عن كل فام. هذه الدنيا الزائلة الفانية ما عندك اكتراث بها، زاجر يعني ما عندك اكتراث بها، يعني ما تستعبده، ما تأخذ عن خالق الدنيا، لكن هو يعمر الدنيا. علي دخل إلى الدنيا وعمرها وطلع ما أخذ منها شيء، لكن عمرها. زاجر عن كل فان، حاض على كل حسن، لا حقود ولا حسود، ولا وثاب ولا سباب، ولا عياب ولا مغتاب، يكره الرفعة، يكره الرفعة،
ويشنأ الاستكبار، مؤدى المعنى. طويل الغم، مغموم، يعمل الأعمال الصالحة ويرجف، يرجف زين العابدين، زين العابدين اللي ينادى يوم القيامة يقول النبي نداء، نداء ما أجمل هالنداء، أين زين العابدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن الزهري، قال النبي صلى الله عليه وآله: فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. ومع ذلك، ومع ذلك زين العابدين يصيح: وما لي لا أبكي وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق قبري، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة وأبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق، هذا زين العابدين يبكي. إذا تريد الأمن، إذا تريد الهناء، انطوي تحت لواء ذولا اللي يخافون الله، اللي يرفع الصوت على بهيمة ويرد ويقول آه لولا القصاص، ما يعتدي، ما يعتدي، ما يعتدي. طويل الغم، بعيد الهم، كثير الصمت، ذكور وقور، صبور شكور، مغموم بفكره، مسرور بفقره، سهل الخليقة، لين العريكة، رصين الوفاء، قليل الأذى، لا متأفك ولا متهتك، إن ضحك لم يخرق، ما يطلع عن الاتزان الاعتدال، وإن غضب لم ينزق، يعني ما عنده حيف، حال حالة الغضب ما عنده حيف، ما يظلم، وإن غضب لم ينزق، ضحكه تبسم، سؤاله تعلم، مراجعته تفهم، كثير علمه. ولهذا المجتمع المؤمن في ظرف التحديات، في ظرف التسابق، عليه أن يبرز نفسه كعنصر إنساني ذي قوة ضاربة في كل المجالات، له تأثيره الفاعل، سباق في مجال العلم، كثير علمه، عظيم حلمه، لا يبخل ولا يعجل، إلى أن قال: لا يحيف في حكمه ولا يجور في علمه. واسترسل علي إلى أن وصل إلى هذه العبارة، وهمام يسمع منصت، والإمام يقول: يقتدي بمن سبقه من أهل الخير. من يقتدي؟ ممن يأخذ؟ يقتدي بمن سبقه من أهل الخير، فهو إمام لمن بعده من أهل البر. فصرخ همام وصاح صيحة عالية، وسقط على الأرض مغشا عليه. شاف العظمة، شاف النور، شاف الخير. ولهذا الواقع على المجتمع المؤمن أن يعطي للمؤمنين وسائل إبداء لوازم الإيمان وقيمه،
خل تنتشر قيم الإيمان، وخل العالم البشري ينظر إلى عظمة الإيمان وقداسة الإسلام ومثل الدين. هذه المنابع الحرية بأن تكون مأمونة على البشرية وعلى مصالح المجتمع، ينبغي أن تكشف حقائق الدين وخصائصه وقدسياته. ترى الدين طالما تعرض إلى هضيمة، والله واجد الدين تعرض إلى هضم، وتعرض إلى أيدي عابثة تطمس حقائقه، تطمس إلى يعني إلى يومك هذا، إلى يومك هذا من ضمن أيدي الطمس. هذه نغمة النشاز اللي تسمعها. ذولا الشيعة ذولا جابهم عبد الله بن سبأ. أنت أعمى لو تتعامى، إن أعمى العمى عمى القلب. هذه الآية اللي قرأناها، إن الذين آمنوا إلى قوله خير البرية. هذه الآية، وتدري ماذا يروي علماء السنة حولها؟ خلينا من علماء الشيعة، علماء السنة يروون حول هذه الآية أكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. في هذه الأحاديث يقول إن المعنيين بهذه الآية هم علي وشيعة علي، علي وشيعة علي. اقرأ كتاب شواهد التنزيل للحاكم، اقرأ كتاب الدر المنثور، تفسير الدر المنثور للسيوطي، اقرأ كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر، اقرأ تاريخ ابن عساكر، اقرأ كذلك كفاية الخصام لأبي نعيم الإصفهاني، اقرأ المناقب للخوارزمي، اقرأ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، اقرأ تفسير الطبري، اقرأ تفسير الألوسي، اقرأ ينابيع المودة للقندوزي. هذه بعض المصادر، هذه بعض المصادر، بعض المصادر. أكثر من 20 حديث، دول علماء سنة اعتمدوا هذه الأحاديث ودونوها في كتب حديثهم قابلين لها ومعتمدين على صحتها. أقرأ عليك حديثين واختم، اثنين فقط حتى ما أطيل. الحديث الأول أنقله لك من كتاب شواهد التنزيل لعالم أهل السنة في القرن الخامس الهجري المعروف الحاكم الحسكاني النيسابوري. في كتابه هذا قلت لك يروي أكثر من 20 حديث بهالمعنى، من ضمنهم هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. جابر يقول: بينما كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله جوار الكعبة، إذ أتى علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: إلينا قد أتاكم أخي. يقول: ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة وقال: ورب هذه البنية، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. من وين جو الشيعة الآن؟ من عبد الله بن سبأ لو عند رسول الله؟ إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. يقول: ثم التفت إلينا وقال: أما والله إنه أولكم إيمانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحكم الله، وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعية، وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال جابر: فكان الصحابة كل ما يرون علي بن أبي طالب أقبل يقولون: جاء إليكم خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد البعض من الباحثين يشكل على الحديث، يقول: والله سورة البينة اللي منها الآية مدنية، وهذا جابر يقول احنا لجوار الكعبة يعني في مكة، شلون بالله تجتمع؟ نقول له: تعال
جابر بن عبد الله الأنصاري متى التحق بالنبي؟ التحق في المدينة، هذا بإجماع الكل. جابر بن عبد الله الأنصاري ما التحق بالنبي إلا في المدينة. ثم النبي لما سهاجر إلى المدينة ما سافر لمكة، خلاص أغلق الأبواب عليه هناك بالمدينة. النبي لما هاجر إلى المدينة ما زار مكة، ما سافر لمكة في عمرة القضاء وفي غيرها، شو المانع؟ شو المانع في فترة المدينة وفي زيارة النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة نزلت الآية، ما المانع؟ هذا الحديث حديث آخر أقراه من الصواعق عن ابن حجر، يرويه عن الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس حبر الأمة قال: لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله إلى علي: وهم أنت وشيعتك، بحكم الله وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعية، وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال جابر: فكان الصحابة كل ما يدرون علي بن أبي طالب أقبل يقولون: جاء إليكم خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد البعض من الباحثين يقول: والله سورة البينة اللي منها الآية مدنية، وهذا جابر يقول احنا لجوار الكعبة يعني في مكة، شلون بالله تجتمع؟ نقول له: تعال، جابر بن عبد الله الأنصاري متى التحق بالنبي؟ التحق في المدينة، هذا بإجماع الكل. جابر بن عبد الله الأنصاري ما التحق بالنبي إلا في المدينة. ثم النبي لما سهاجر إلى المدينة ما سافر لمكة، خلاص أغلق الأبواب عليه هناك بالمدينة. النبي لما هاجر إلى المدينة ما زار مكة، ما سافر لمكة في عمرة القضاء وفي غيرها، شو المانع؟ شو المانع في فترة المدينة وفي زيارة النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة نزلت الآية، ما المانع؟ هذا الحديث حديث آخر أقراه من الصواعق عن ابن حجر، يرويه عن الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس حبر الأمة قال: لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله إلى علي: وهم أنت وشيعتك، وتأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين، وكم ضحى شيعة علي من أجل إنقاذ المجتمع من الظلم، كم بذل شيعة أمير المؤمنين المهج رخيصة من أجل تكريم الإنسانية، إنهم في خطى الحسين، إنهم في خطى الحسين، كم بذلوا من المهج يأبون الظلم، ما يرضون بالظلم، ما يرضون بغصب الحق، ما يرضون بالهضيمة، ما يرضون حتى تظلم بهيمة ولا يظلم كافر، حتى كافر لا يرضون بظلمه. في أحاديثنا أوحى الله إلى نبي من الأنبياء في زمن ملك من الملوك أن يأتي هذا الملك، قل له: إني ما استعملتك من أجل أن تجمع حطام الدنيا، أنا ما استعملتك وخليتك على كرسي الخلافة والملك من أجل أن تجمع أموال وقصور وحطام دنيا ثاني، إنما استعملتك من أجل أن تصد عني أصوات المظلومين. ما أبغي أسمع صيحة مظلوم، الله ما يريد يسمع صيحة مظلوم. وهنيئا للحاكم اللي ما واحد يشكو من ظلمه، هنيئا إليه الحاكم اللي ما أحد يشكو من ظلمه، هذا ينام مستقر يخلي راسه على الوساد ومطمئن. بينما الظالم تبيت عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال: إنما استعملتك لتصد عني أصوات المظلومين، فإني لا أدع ظلاماتهم وإن كانوا كفارا.
الله شوف يقول هذا يكفر بي لكن ما أقبل ينظلم. انظر إلى لطف الله عز وجل، ومن هذا اللطف العظيم استقيت أخلاق أهل الإيمان وأئمة الحق. كنا يحفظ الحسين شلون بكى على ذولا اللي قتلوه. إيه نبع له، نبع يختلف. هذا منبع وصلوا إلى الحسين عطاشة وسقاهم الماء، هذا منبع. منبع الحسين وقد جاءوا ليجعجعوا به إلى الكوفة، جايين يريدون يدخلون على ابن فياد وما وصلوا لهم عطاشة وسقاهم الماء. ذول المسقيين بالماء بيد الحسين الشريفة، هذه اليد، هذه اليد قطعوا إصبعها. القلب اللي رواهم، القلب اللي روى عطشهم اخترقوه بالسهم المثلث، وكل إناء بالذي فيه ينضح. احنا علينا بس نفتش وين منابع الخير نستقي من عندها، منابع الشر لا تجلب إلا شرا. ما نفع هالجميل هالإحسان اللي سواه الحسين ولا خجلوا. ها خل حر هنيئا لك الحر. ها وقف معي وقفة قصيرة أمام القلب الكبير المقدس. وصل إلى شراح، يقول أرباب المقاتل في طريقه إلى العراق إلى الكوفة، وصل إلى شراح. الله يا أبا عبد الله ينظر بعين الله. بعد إلى السحر، عند السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا، قال لهم كثروا الماء، زودوا الماء. الله يا أبا عبد الله، هذه العبارة قراها في المقاتل. مش أمرهم أن يستقوا من الماء ويكثروا، قال لهم زودوه كثروا. سبحان الله. ومشى ضعينة الحسين إلى صدر النهار، إلى صدر النهار، ولا واحد في ضعن الحسين يقول الله أكبر، يكبر. قال الحسين لمكبر؟ قال سيدي أرى نخلا في الوادي. الحسين وياه رجال من أهل الكوفة، من ضمنهم عبد الله ابن سليمان والمنذر ابن المشمعل، ذولا التحقوا بالحسين في الطريق من الكوفة. قال للحسين أبا عبد الله ما عهدنا نخلا في هذا الوادي، احنا من أهل المنطقة ونعرف ما كنا خلينا، ما هذا مو نخل أبا عبد الله. قالوا إذن ماذا ترون؟ قالوا أبا عبد الله هذه رؤوس الأسنة، هذه رؤوس الأسنة وهوادي الخيل، هذه آذان الخيل ورؤوس الأسنة يا أبو علي، هذه أول اطلاع عليك. هل من ملجأ يريد يتخذ إلى موقع استراتيجي في المواجهة؟ قالوا له هذا ذو حسم جبل على مرحلتين من الكوفة، إذا تسبق إلى هو كما أرد. فعلا ما صار الزوال، وإذا بركب الحسين قد وصل إلى هذا الموقع، وأمر بأبي وأمي أن تضرب مضارب النساء، وينزلون النساء من الهوادج ويخلونهم في المضارب. ووقف الحسين وحوله أصحابه، والحسين بينهم أيها الأحبة كالشمس المنيرة. شوية وإذا ألف فارس. الحسين كم وياه؟ هذا أول لقاء الحسين كم وياه؟ 70 ألف فارس. وصلوا عطاشا هما أخذ بهم العطش، هم وخيولهم. ومن وصلوا وإذا كف العطاء وإذا نبع الخير بأبي المقتول عطشانا وفي كفه بحر يروي الخلق جملة. وما زال يروي البشرية حسين. بأبي المرمي ثلاثا بالعرى ولقد كان لأهل الأرض ظلا. سقوهم الماء، سقوهم، رشفوا الخيل. أجمل لك الرواية، اختصرها. هذا علي بن طعان آخر واحد يقول أنا وصلت عطشان. قال لي الحسين يا ابن أخي أنخ الراوية، يقول ما أعرف هاي الراوية إيش، أنا عندي الراوية القربة، هو يقصد الجمل. ها
ما فهمت. قال يا ابن أخي أنخ الجمل. يقول أنخته، أخذت السقاء، يبدو له فان، أراد يشرب وإذا الماء يتدفق، الماء عزيز. قال للحسين يا ابن أخي اخنث السقاء، يعني اعطفه ولا يتدفق الماء. يقول هم ما عرفت بعد، ما دريت. تدري قام الحسين وسقاه بيده الشريفة، هذه قلت لك اللي إصبعها فيها الخاتم، وجاب الجدل يريد يسلب الخاتم بمجامدة، قطع الخنصر مع الخاتم بهاليد المباركة، سقاه الماء. لكن انتهى الأمر أن وقف الحر في وجه الحسين وقال أنا مأمور أن أصدك عن الرجوع إلى المدينة وأدخلك على ابن زياد بالكوفة. قال الحسين الموت أدنى لك من ذلك. أنت تجعجع بي إلى ابن زياد؟ والتفت الحسين إلى أصحابه وقال أركبوا ارحوا الحرم والعيال على الهوادج. أركب الحرم والعيال وتحرك ضعن الحسين وإذا بالحور في ألف فارس يقطع على الحسين طريقه. قال الحسين ما تريد منا؟ قال أدخلك الكوفة. ما تريد منا فكلتك أمك. الرواية تقول هكذا، لما قطع الطريق، لأن قطع الطريق على الحسين يعني إيش؟ معناه السيوف سلت، السيوف سلت، يعني هناك تهيئ للمواجهة، وهذه أول روعة تدخل على الفاطميات. أول روعة. قال له ما تريد منا ثكلتك أمك؟ قال له لو قالها غيرك من العرب وهو على هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، لكن ما لي ولذكر أمك فاطمة الزهراء إلا بأحسن ما أقدر عليه. ودار الحوار بين الحسين وبين الحر كأني بقلب زينب وقد تروق. وهنا الراس يصورها تنادي الله ياهي محنة حلت علي، شني أراها ترفرف طيور المنية. يا ابني علي لا تصير سفرتنا ندامة، شوروا على الوالي لين في كلامه، لأرض المدينة كان نرجع بالسلامة، لأرض الوطن وتعود دولة الأولية. قالها علي والدمع فوق الخد مدروف، حولك ضياغم لا تخافي من بعد العباس. ما طاح يا زينب. قالها علي والدمع فوق الخد مدروف، حولك ضياغم لا تخافي منها السيوف. قالت له العدوان كثر وعينك تشوف، ولا في وطننا ولا وصلنا الغاضرية، يا ما قطعنا في سفرنا من فيافي، أو فال السلامة فعلنا والله الكافي، ولو خان بدهر بعد مدري شوافي. قالها على ابو فاضل تميلي لو علي. عم زينب لا تخافي، عم زينب لا تخافي، لا تتروعي، كل فارس تعصبين راسك بيك فوزود، ولي من يا زينب قطعت بالطف الزنود. صبري على اللي راده الباري المعبود، وصبري على دخول المجالس يا ذكية، وهاج الحزن بيها وسكنها الطرماح، هاج الحزن بيها وسكنها الطرماح، من راح يحدي في ضعينتها الحزن راح،
وتبدلت احزانها يوم العام الطاح ساقوا ضعينتها وحدت لها المنيه وحسين الحر قال للحسين خذ طريق نصف بيني وبينك طريق لا تردك للمدينة ولا تدخلت الكوفة في نقل قال الحسين لأصحاب من منكم يدل الطريق على غير الجادة حتى النبيين من آدم الأول إلى سيد الكونين والصير هي كعبة إلى كل لا وين يا زوار قال تعز بها الإسلام وأهله
وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بعد ذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، والسعة في جميع الأمور يا رحمن الجلال. إلى أرواح العلماء الأبرار وشهداء الأطهار والمؤمنين الأخيار، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله